المياه بكلية الزراعة جامعة عين شمس. المؤتمر ده مهم جدا، بيشارك فيه عدد كبير من علماء مصر. عندنا أهداف نخرج بيها في النهاية. يا ريت حضرتك تكلمنا على الأطر والله في الرئيسية. الحقيقة يعني احنا النهاردة كان في المؤتمر بمشاركة الجانب الأسباني ومشاركة وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة وشركات قطاع الأعمال، وكان حاجة على مستوى عالي جدا جدا جدا. مستر إيمانويل ألقى محاضرة رائعة جدا نالت إعجابنا كلنا في مجال تطوير الزراعة وتكنولوجيا تطوير الزراعة وترشيد استخدامات المياه، وقال انه موضوع تطوير الري على مستوى الدوله يتم ويبدا من وزاره الزراعه من على مستوى الاون فارم. قال هنزرع مساحات كبيره جدا في الصحراء، هنستخدم كميات كبيره جدا من الاراضي، ونطلع نجيب عمله صعبه كبيره جدا للدوله، هيطلع من كل كيلو متر مربع 3 مليون دولار في السنه. يبقى دول زي حق انتفاع، هيزرع ويعمل اكتفاء ذاتي كتير جدا في مواد الخضروات، وعاوز يصدر كمان لاوروبا ويحط مصر على مصاف الدول المتقدمه في مجال تكنولوجيا الزراعه، وعاوز يمحو اميه الفلاحين المصريين ويخلوهم زي الاتحاد الاوروبي، وزي الفلاح في مصر يبقى على مستوى ثقافي عالي جدا. عرض برامج كبيره جدا النهارده نالت اعجاب المصريين، نالت اعجاب كل الناس اللي هنا، عملنا كونكشن معاه على مستوى عالي قوي قوي، وفي الحقيقه هم بيعظموا الاستفاده من المتر الواحد من وحده الارض والميه. أيوة. على حد سواء. تمام. وكمان بيعملوا شغل جديد جدا وكويس قوي في تطوير وترشيد استخدامات المياه في القطاع الزراعي. مستر ايمانويل يعني المنصب بتاعه او التايتل بتاعه الكامل ايه؟ والله مستر ايمانويل هو مستشار لوزير الزراعه الاسباني، ومستر فرانسيسكو، مستر فرانسيسكو هم اكبر واحد بيصدر في الاتحاد الاوروبي، بيصدر لروسيا الاتحاديه ولامريكا، وبيشتغل في الحاجات ديت بقاله حوالي، عنده خبره حوالي 18 سنه. يعني احنا النهارده كنا بنتابع اللي عاوز يعمله هنا في مصر، عمله مع عمل الديل ده مع المغرب، وهو خبرته في هذا المجال 30 سنه بالظبط، 30. تمام. وموافقين معايا دلوقتي، وكمان معايا المترجم ومستر ايمانويل وفرانسيسكو. طيب انا عايز بس اشوف بعض الاوراق، يعني ناقشنا تكنولوجيات شكلها ايه؟ يعني مثلا احنا عندنا دلوقتي الماء الممغنط بقى الفلاح العادي بيسال عنه، تدوير المياه واستخداماتها. لا هو قال انا مش هستخدم ولا هاخد ولا متر مكعب واحد من مياه النيل، انا هزرع لكم في الصحراء وهاخد كل اشغل كل شغلي على المياه الجوفيه. وكمان انا ممكن اعمل لكم تحليه مياه البحر. تحليه مياه البحر. عاوز يعمل ديسينيليشن ويستفيد بتعظيم الاستفاده من الميه. تمام. الاوراق العلميه اللي تؤكد الكلام ده او تدعمه، يعني انا والله انا خدت منه كل البيبرز والداتا كلها على الفلاشه، وان شاء الله احنا هنقعد هنا في كليه الزراعه اعتقد يوم السبت، هنكتب تقرير وهنرفعه للسيد وزير الزراعه ووزير الري ومجلس الوزراء ان شاء الله. يعني ده المشروع ده بمجرد عرضه والتاكد من جديته في كل تفاصيله. أيوة طبعا. هننفذه على طول باذن الله. جيدين جدا، احنا شفنا العروض التقدميه اللي هو عملها رائعه جدا، الانتاج كويس جدا، ده بيقدر يحتفظ كمان بالمواد الغذائيه اكثر من شهرين، يعني عندنا الطماطم بتبوظ مثلا في خلال يومين ثلاثة، هو بيقدر يحافظ عليها لمدة شهرين. يعني أنا النهاردة الاجتماع بتاعي كان بيمثله علماء وزارة الزراعة ووزارة الري طبعا. ومن الجانب الأسباني مستشار وزير الزراعة والمراكز البحثية، مركز القومي لبحوث المياه والمركز البحوث الزراعية والمعاهد المتخصصة. تمام. نقطة أخيرة، المياه الجوفية هي مخزون هام جدا للأجيال القادمة، ضمانة طبعا. الحفاظ على هذا المخزون. هو في الحقيقه بيستخدم تكنولوجيا عاليه جدا، بيعمل الري بالمويتشر ريجيم، يعني كانها حقنه في العضل للنبات، بيستخدم اقل مش ليتل اليتل من الكميه الميه اللي داخله للنظام، وبياخد معظمه عاليه جدا من الانتاجيه. ومع مراعاة الظروف المناخيه الصعبه. طبعا هو في الصوب الزراعيه بيقدر يتحكم في درجة الحرارة، كله السيستم عاوز يخلي درجة الحرارة كام تناسب المحاصيل اللي هو بيزرعها.
تمام. بدأ يعني، وبعدين بيعمل الصوبة الزراعية بتبقى على مساحة كيلو متر مربع. تمام دكتور خالد، انا هستاذن حضرتك ان احنا هيبقى لنا يعني متابعات اخرى، وممكن تشرفنا في قناه مصر الزراعيه ايضا. تحت امرك. الاجتماع تم برعايه الشركه الاسبانيه والاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي بقياده السيد الاستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح. ايوه.